إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها تحيتهم فيها سلام وأدخل الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ألم تر كيف ضرب الله
أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار أثبت الله ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أثبت الله ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل يا عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
Oh!
بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ها
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر